السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في الصحف المحلية والخليجية والعربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية الخاصة بها، ونبدأ مع هذا الخبر. خلال حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحفل تخريج ذوي العزيمة من مركز تفاؤل لتربية الخاصة، نشر صحيفة الوطن الإلكترونية أن سموه أكد على مواصلة دعم ومساندة جميع الجهود الهادفة لتمكين ذوي العزيمة، وذلك من أجل تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، مشيرا إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، والتي تضمنت الاهتمام باحتياجات ذوي العزيمة وفق استراتيجيات وطنية. لفتت صحيفة أخبار الخليج أنه خلال عقد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين والمقيم في أبو ظبي، قام وزير الخارجية بتسليم سفير الاتحاد السويسري رسالة بشأن الموافقة على منح الاتحاد السويسري حق السيادة على بيانات المشتركين التابعين له في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين على النحو المقرر بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018. إلى صحيفة الوطن المطبوعة والتي نشرت أنه تحت رعاية سعادة المهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، دشنت الكلية البرنامج التدريبي بنايات مؤخرا الذي يستهدف جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين في قطاع الإنشاء والبناء. وأوضح المبارك أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المشاركين على اشتراطات البناء والتعمير ضمن جهود بناء القدرات والمعرفة في مجال التنمية العمرانية. نقل الصحيفة البلاد أن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أكد خلال مشاركته في ندوة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أكد أن إيران ما زالت ترفض التعايش مع محيطها الإقليمي وفقا لقواعد القانون الدولي التي تدعو لاحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها. نقرأ من صحيفة البلاد أن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام استقبل في مكتبه الأستاذة زينب العويناتي رئيس نيابة الأسرة والطفل، والتي قدمت للنائب العام التقرير الأول لمبادرة رعاية منذ تدشين سعادته لها في شهر ديسمبر من عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، حيث تسعى مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية رعاية لتقديم الرعاية للفئات المستهدفة من خلال القضايا الواردة لنيابة الأسرة والطفل وبمساعدة الخبراء الاجتماعيين والنفسيين.
أكد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين في حوار خاص لصحيفة الوطن، أكد على التزام فرنسا تجاه الدول الصديقة والحليفة ومن بينها مملكة البحرين بالالتزام بأمن المنطقة وحمايتها من عدم الاستقرار، لا سيما ما يتعلق بالإرهاب، مشيراً إلى ما يربط بين مملكة البحرين وفرنسا من علاقات ثقة وصداقة في كافة المجالات والتي تمتد لنحو 50 عام. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع المديريات الأمنية نظمت محاضرة جاءت بعنوان العملية الانتخابية من منظور قانوني وأمني لضباط وباحثي وحدات الشؤون القانونية في المديريات الأمنية، وذلك تحت رعاية العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بهدف نشر الثقافة القانونية المتعلقة بعملية الانتخابات انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية وإشراف ومتابعة رئيس الأمن العام في إطار رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الوزارة. صحيفة الأيام المطبوعة نطالع من الصفحة الاقتصادية أن رجل الأعمال أحمد السلوم أكد أن انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تعتبر إضافة قوية خطوة إيجابية كبيرة في المجال الاقتصادي. نشر صحيفة البلاد أن أستاذ الفيزياء التطبيقية رئيس الجمعية الفلكية البحرينية وهيب الناصر قال إن جميع النماذج الرياضية تتفق على أن هناك نوعاً من الغيوم والأمطار في يومي الخميس والجمعة المقبلين بإذنه تعالى، وأن 90% من هذه النماذج بيّنت أن معدل هبوط الأمطار ما بين 1 إلى 2 مليمتر إن شاء الله. صحيفة الوطن المطبوعة نطالع أنه تم تدشين برنامج الثقافة البرلمانية للشباب في نسخته الرابعة يوم أمس بمشاركة عدد من الشركاء وبحضور أكثر من 200 مشارك، حيث تضمن البرنامج عددا من المحاضرات التثقيفية حول السلطة التشريعية في مملكة البحرين والحياة البرلمانية وكيفية إدارة الجلسة العامة واختصاصات وآليات عمل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى جولة لقاعات اجتماعات اللجان وقاعة الجلسة. نشرت صحيفة الأيام الإلكترونية أنه تم إطلاق منصة إلكترونية جاءت بعنوان صحة البحرين تهمنا. هذه المنصة متخصصة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالقضايا الصحية المتنوعة. لفتت صحيفة أخبار الخليج المطبوعة أن مملكة البحرين حصلت على مستلزمات تشخيص مرض جدري القردة وأكملت بذلك الاستعدادات لمكافحة هذا المرض. نطالع من صحيفة الأيام أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ستقوم بتنظيم المهرجان الثقافي والتراثي خيرات النخلة بنسخته الثالثة بالتعاون مع كل من مجموعة بنك البحرين للتنمية ووزارة شؤون البلديات والزراعة في سوق المزارعين الدائم بهورة علي وبمشاركة العديد من المزارعين البحرينيين والشركات الزراعية والحرفيين والأسر المنتجة، وذلك على مدى 3 أيام في الفترة من 28 وحتى 30 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء. نشرت صحيفة الأيام على حسابها في اليوتيوب فيديو لمدينة شباب 2030 فلنشاهد.
الله متابعينا في مدينة الشباب، أهلا وسهلا فيكم. وطبعا مدينة الشباب هي إحدى المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لدعم الشباب في مختلف القطاعات. خلكم ويانا في هذا التقرير، راح نعرض تفاصيل مدينة الشباب لهذا السنة. أكثر من 1000 مشارك، يعني هاي عدد جدا ممتاز، عدد كبير وهايل بالنسبة حق إنه هو رجعت المدينة بعد انقطاع سنتين بسبب جائحة كورونا. عندنا 5 برامج في المدينة انضافت، اللي هي ورشة الابتكار، عندنا مصنع الرواد، عندنا استديوهات الإبداع، عندنا حي الفن، وعندنا أكاديمية رياضية. كل مركز انضافت لبرامج جديدة، مدربين ما شاء الله على يعني كفاءات وخبرات جدا كبيرة وممتازين. يعني فرحة المشاركين بالخصوص اليهال، يعني عقب ما دروا ان المدينة رجعت هاي السنة عقب الانقطاع هاي، كان جدا كبير وممتاز يعني، واستانسنا احنا. يعني اليوم the podcast is the trend في العالم اجمع، ومدينة الشباب يمكن سبحان الله صار بينا توارد في الافكار شلون نقدر ان احنا نخرج جيل اعلامي شبابي جديد، يعني يكون مندمج في الاعلام العصري، ليس فقط الاعلام الحكومي، وانما الاعلام اللي يكون عبارة عن استثمار. كم بودكاست انا سمعتها حق شخص انا ما قد عرفت حتى اسم ديرته، فوجودنا وانخراطنا في هاي العالم اقدر اعتبره فرصة وخطوة جديدة لانتاج محتوى صوتي باللغة العربية يصل العالم من مملكة البحر. اكتشاف وصقل وابراز هي 3 كلمات موجودة على جدار مدينة الشباب اول ما دخل هذه المرة، ويمكن قالها سعادة وزير شؤون الشباب اكثر من مرة، وهي عبارة عن تطبيق حي وليس فقط شعار تردد وزارة الشباب. اليوم احنا مدينة الشباب، وزارة الشباب تكتشف هذه المواهب، تحاول ان هي تصقلها بمختلف البرامج اللي تمتلكها، الفرص لربما اللي تتأتى لها. نشر صحيفة الوطن فيديو جرافيكس توضيحي لبعض المستلزمات التي يمنع وضعها في السيارة خلال فصل الصيف لما قد تشكله من ضرر، فلنشاهد. إلى الصحف الخليجية، حيث نشرت صحيفة الرياض السعودية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ورئيس وزراء اليونان شهد تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والرياضة ومجال مكافحة الجريمة وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، وفي المجال الصحي والعسكري والتعاون العلمي والتقني والتعاون الفني في مجالات المقاييس والجودة ومجال الوثائق والأرشفة والكيبل البحري. نقرأ من صحيفة اليوم السعودية أن مختصون أكدوا أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة أنيوم على تصاميم مدينة ذا لاين، والتي تتمحور حول الإنسان، يمثل نموذجا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة، مبينين أنها تأتي انعكاسا لما ستكون عليها المجتمعات الحضرية مستقبلا
في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات. نشرت صحيفة عكاظ السعودية فيديو توضيحي حول مدينة المستقبل في نيوم، فإلى هذا المقال. عهد رئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن تصاميم مدينة ذا لاين، والتي تتمحور حول الإنسان وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة. تصاميم استثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات بعرض 200 متر وعلى امتداد 170 كيلومتراً وارتفاع 500 متر فوق سطح البحر. مساحتها لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً وتتسع لنحو 9 ملايين نسمة. تعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، تحقق التناغم بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها، تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى تقديم حلول مبتكرة تحقق مثالية نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن اقتصاديون وخبراء في علوم الفضاء اعتبروا دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة اقتصاد الفضاء في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها في قطاع الفضاء. نشرت صحيفة الرؤية العمانية عن استمرار تدفق الغطاء السحابي شمالاً مع النشاط الملحوظ لسحب الخريف مع جريان الأودية في سلطنة عمان ومباشرة فرق العمل العمانية للتعامل مع كل المستجدات. بخط قلم الكاتب زهير توفيقي نشر صحيفة البلاد مقال له حمل عنوان حماية المستهلك أمانة، فإلى سطور هذا المقال. طلعتنا الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر جدير بالاهتمام. يقول الخبر إن حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في اللجنة العليا لحماية المستهلك ناقشت في اجتماعها الأخير استراتيجياتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة. والحقيقة ما أعجبني في هذا القرار الآلية المنصفة التي وضعتها اللجنة لحفظ حقوق المستهلك والمورد أو التاجر على حد سواء، وهذا ما ينادي به الجميع. في تصوري إن ما قامت به اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة من عمل احترافي يستحق الإشادة والثناء، فقد حافظت على حقوق المستهلك والتاجر في نفس الوقت، ولا ضير إذا ما قامت حماية المستهلك في مملكتنا بنسخ هذه التجربة الرائدة والاستفادة من هذه الممارسات والتجارب الناجحة، فكلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نكمل بعضنا. وإلى فن الكاريكاتير وصحيفة البلاد. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، إلى اللقاء.